هذا وأجراء المنتخب الوطني يوم سياتر يوم حصة تدريبية مفتوحة تحسبا لمباراة السنغال، وهي الحصة التي عرفت اندماج ثنائي ربيع مفتاح والمهاجم إسلام سيماني، ما يؤكد جاهزيتهما للقاء السنغال، في حين عرفت الحصة غياب ثلاثي بن سبعيني مبولحي السوداني، والذي تأكد بصفة مؤكدة غيابهم عن مباراة السنغال، في حين إبراهيمي يتعافى تدريجيا من الإصابة وقد يجهز بنسبة كبيرة لموقعة يوم الاثنين. بلال هرنول موفى تلفزيون النهار إلى الجابون بعث بالتالي. بعد الخسارة القاسية أمام المنتخب التونسي أجرى الخضر حصة تدريبية هنا بملعب مواندا المحاذي لمقر الإقامة. الحصة التدريبية عرفت غياب كل من سوداني مبولحي إلى جانب رامي بن سبعيني الذي أكمل مباراة تونس مصابا. الحصة التدريبية عرفت أيضا غياب ياسين إبراهيمي الذي أصيب على مستوى الرجل بعد قذفه علبة المستلزمات الطبية احتجاجا على إخراجه من طرف المدرب جورج ليكانسا. الخضر مطالبون اليوم بالفوز على السنغال وانتظار نتيجة تونس. كان معكم بلال هرنون من أمام ملعب مواندا لتلفزيون النهار.